ولمناقشة آخر التطورات في فلسطين مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الأستاذ ربحي حلوم، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفي الفلسطيني حسام عز الدين. البداية معك سيد ربحي، يعني الاحتلال الصهيوني كما تعلم قتل 29 فلسطينيا بقصف طال منزلا في حي الدرج يقطنه مدنيون، لماذا يواصل الاحتلال نهج سياسة الأرض المحروقة ضد المدنيين بشكل خاص وعلى وجه التحديد؟ تفضل. مساء الخير لكم ولمشاهديكم، وكل عام وأنتم وشعبنا بألف خير بإذن الله ومقبلون على النصر. أخي، هذا ليس بجديد على الاحتلال. الاحتلال الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الاحتلال ترسيخ وجوده على الضفة الغربية كاملة امتدادا من نهر الأردن وحتى المتوسط، هذا هدفه. نعم. الإبقاء والسيطرة الكاملة والإمساك بكامل أراضي فلسطين من نهرها إلى بحرها، هذا هدفه. وبالتالي ما يجري من إجراءات الحرب الإبادة الجماعية يستهدف محاولة إفراغ كل منطقة يصل إليها قدر ما يستطيعه الآن، وهذه مرحلية منذ زمن بعيد مستمرة. كلما اشتدت الأزمات ووقعت مشكلة أو حرب أو أزمة أمنية إلى آخره، يفتعل الحرب ويزيد من وسائل القتل والضغط والتهجير. الهدف إفراغ الأرض من سكانها. نعم. وهنا دعني أقول، إسرائيل مستمرة في غطرستها مقابل صمت عربي مخزن وعار عليهم جميعا. هذه سياسة ممنهجة. الاحتلال يريد إفراغ كامل فلسطين وغزة التي الآن تعتبر نقطة، يعني هي النقطة الساخنة الأكثر سخونة في هذا الشأن. هو يريد الضغط. نعم. الشديد بكل الوسائل تمهيدا لإفراغ أكبر عدد من فلسطينيين. نعم. هذه المناطق التي يحتلها تمهيدا للسيطرة المطلقة عليها في النهاية. هو أعلنها أن فلسطين من النهر إلى البحر، يعني وأذكركم بالخارطة التي حملها المجرم نتنياهو وأعلنها في الأمم المتحدة، أوضح الخارطة بكل وضوح، قال هذه أرضنا، وأكد أن هذه الخارطة التي يسعون لترسيخها. نعم. تاريخيا واعتبارها إسرائيل. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي السيد ربحي، سأعود إليك من جديد إليك أو أسألك أول الأسئلة أستاذ حسام عز الدين. وأنت تحدثنا من رام الله حيث شن الاحتلال حملات اعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين كذلك. السؤال هنا أستاذ حسام، ما الهدف من وراء استمرار مثل هذه الاعتداءات؟ تفضل. أولا مساء الخير لك ولكل المستمعين. في البداية لابد الإشارة إلى أن ما جرى اليوم ويوم أمس بالإمكان القول أنه الضلع الثالث في إطار المواجهة الشاملة التي في خلال هذا العام بدأت مع الاحتلال الإسرائيلي. نعم. والمتمثلة في الاستيطان بشكل عام في الضفة الغربية ومستوطنيه. إذا أخذنا بالاعتبار الضلع الأول ما يجري في قطاع غزة والمواجهة المسلحة في القطاع، إضافة ما يحدث على الصعيد الإقليمي والتهديد بتوسيع المعركة على الصعيد الإقليمي، وصولا إلى ما يخص منطقة الضفة الغربية. نعم. وبالتالي فتح المجال اليوم ويوم أمس إلى المستوطنين للقيام بهجمات تستهدف بالأساس إلى بالفعل إلى دفع الفلسطينيين إلى تهجير إلى الهجرة من أماكن سكنهم. اليوم القوات الاحتلال التي كانت تساند المستوطنين في هذه الهجمات اتخذوا من مبرر مقتل أحد المستوطنين الرعاة في منطقة نابلس، عقب ذلك مباشرة تمت عدة هجمات على عدة قرى في وإحراق منازل وإحراق مركبات وإحراق مزارع، وكان واضحا بأن قوات الاحتلال كانت ترافق
المستوطنين تطلق النار على الشبان الذين هبوا للدفاع عن أراضيهم، نعم وتفتح المجال للمستوطنين للقيام بما قاموا به من إحراق منازل وإحراق مركبات وإغلاق طرق. أخي اليوم يعني في منطقة الضفة الغربية تحديدا منطقة الوسط والشمال بالإمكان القول أنها باتت مشلولة تماما من أي حركة للفلسطينيين، خاصة وأن قطعان المستوطنين خاصة تقودهم منظمة فتية التلال الإرهابية التابعة للمستوطنين باتوا يحتلون كل مواقع على الطرق الرئيسية نعم، بهدف مهاجمة الفلسطينيين، وعلى ما يبدو لذلك أن أثر على ما الأمور بدأ. تتجه إلى مزيد من التصعيد. سيد حسام، تفضل، لك أن تتابع. نعم، عطفا على ما قلته في البداية، أنا قلت لك الآن يعني الآن يمكن القول أن الشعب الفلسطيني يعيش في مواجهة شاملة نعم، مع الاحتلال، وهذا ينبئ بمؤشرات أن هناك الأمور تتجه إلى التصعيد نعم وتصعيد أعلى وأعلى، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار بأن مسألة الاستيطان والمستوطنين هي كانت النقطة الرئيسية التي أدت إلى شل المفاوضات في عام 2014. أخذين بالاعتبار أخي أن مسألة الهجمات التي نفذها المستوطنين هذا اليوم على قرية دوما أعادنا للوراء إلى 2015، إلى عائلة دوابش عفوا التي قام المستوطنين بإحراقهم كاملة نعم ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم. التحليلات من الجانب الفلسطيني تقول بأن الهجمات الاستيطانية تتركز في منطقة شمال شرق الضفة الغربية، والهدف منها هو إجلاء الفلسطينيين المقيمين على ما يعرف بخط شارع 60 ومنطقة أيلون، يعني بالمنطقة السفوح الشرقية ما بين الضفة الغربية والأردن، وبالتالي إكمال السيطرة نعم، الاستيطانية على تلك سأعود المنطقة. إليك أستاذ حسام، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أستاذ ربحي حلوم، من جديد إليك، يعني منظمة مراسلون بلا حدود قالت إن استهداف الصحفيين في غزة بات شائعا للغاية. السؤال هنا، هل حقا يخشى الاحتلال كشف المجازر التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في ظل وجود الفيتو الأمريكي؟ أخي الفيتو الأمريكي واضح وقالها بايدن وكررها من بعده أوستن وبلينكن، كلهم قالوها بوضوح أنهم مع وقف القتال لكن ليسوا مع الوقف النهائي، هم مع بقاء الحرب لكن مع هدنة تمتد إلى يوم يومين أسبوع أو إلى آخره، نعم، ليسوا مع وقف الحرب نهائيا. نعم، اسمح لي أن الإدارة أوضح لك الأمريكية الفكرة من السؤال سيد ربحي، يعني هناك فيتو أمريكي ربما يكون يعني يمثل حصانة للجانب الإسرائيلي، على الجهة بالضبط. المقابلة هناك صحفيون على الأرض يعملون على نقل الصورة، هل الصحفيون فعلا نعم يرعبون الاحتلال بالرغم من وجود الفيتو الأمريكي؟ طيب، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد ربحي حلوم ريثما يتم انضمامه إلينا من جديد. أعود إليك بالسؤال أستاذ حسام، يعني عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تفضل. مثل ما قلت لك يا أخي الآن أنت بإمكان القول أن منطقة الضفة الغربية يعني لا تقل عما يعيشه سكان قطاع غزة من اعتداءات متواصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر نعم بكثير، لكن أقول لك بأن يعني عندما أقول لك أن غالبية الطرق مغلقة في الضفة الغربية أمام الفلسطينيين، وهذا ينعكس تماما على حياة الفلسطينيين بشكل عام، وإضافة لذلك قبل قليل تواردت أنباء أن حتى على صعيد الإسرائيلي في داخل إسرائيل يتخذون إجراءات منها وقف التعليم، بمعنى أن هناك تحضير داخل المجتمع الإسرائيلي لمرحلة ما في حسبان المؤسسة الأمنية، وكل ذلك هذا ينعكس على حياة الفلسطينيين بشكل تام. المستوطنين مثل ما قلت لك في السابق في قضية الاستيطان حوالي 450 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، يعيشون في أكثر من 200 تجمع، منهم الذين يقومون بهجمات منظمة على الفلسطينيين حوالي 92 تجمع
لا مستوطنين. تقول إسرائيل بأن هذه النقاط عشوائية، لكن هم هؤلاء هم الذين يقومون بالاعتداءات على الفلسطينيين، بمعنى أن مسألة المواجهة ما بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية هي كانت تقديرات سابقة تقول بأنها آتية بلا محالة، وأنا بتقديري أن هذا الآن في هذه الأيام قد تكون بدأت هذه المواجهة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار ما يجري في قطاع غزة نعم، وما يجري على الصعيد الإقليمي. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد حسام. من جديد مرة أخرى أعود إليك أستاذ ربحي، يعني كنا نتحدث في سياق أن هناك فيتو أمريكي موجود ويمثل حصانة للاحتلال الإسرائيلي، في ظل وجود هذا الفيتو الذي يعني يحمي إسرائيل بشكل أو آخر، لماذا تواصل إسرائيل استهداف الصحفيين العاملين على الأرض وهي المحصنة أمريكياً؟ يعني تماما ان اسرائيل بين قوسين. على ما يبدو ان المشكله لا تزال قائمه مع السيد ربحي، ونرجو ان ينضم الينا في اطار ما تبقى من هذه المساحه المخصصه لهذا الملف ضمن بانوراما الرافدين. من جديد اعود اليك استاذ حسام، ريثما ينضم الينا من جديد السيد ربحي وربما عبر الهاتف هذه المره. سيد حسام، يعني كيف يمكن للمجتمع الدولي زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف عمليات الاستيطان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الجاري حاليا في الضفة الغربية؟ خلال 7 شهور الماضية تبين للفلسطينيين بشكل عام، وأعتقد تبين للقاصي والداني، بأن المجتمع الدولي غير قادر على الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف كل هذه الانتهاكات ووقف هذا العدوان الذي يتم على الفلسطينيين. مجلس الأمن أخذ قرار بوقف ضربة وقف إطلاق النار، لكن رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدم الفيتو واكتفت بالامتناع عن التصويت، لكن عقب ذلك قالت بأن هذا القرار غير ملزم. الآن أنا أقول لك بكل وضوح وصراحة بأن الشارع الفلسطيني لم يعد يثق بأي من المؤسسات الدولية، لا على صعيد الأنظمة ولا على صعيد المؤسسات. الآن هناك نشاط دبلوماسي فلسطيني، هناك طبعا تمسك في قضية مسألة المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة وكاملة العضوية في الأمم المتحدة، ويبدو أن إسبانيا تتجه أو تعمل على ذلك من خلال زيارات قام بها رئيس الوزراء الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية. لكن كل هذا يعني رغم ما يمكن تحقيقه على الصعيد الدبلوماسي، لا، في ظل بقاء هذا العدوان، في ظل بقاء هذا الجوع، في ظل بقاء هذا القتل اليومي، ليس له أي معنى. واضح تماما بأن الآن الأنظار تتجه إلى ما سيحصل خلال الأيام القليلة القادمة على الصعيد الإقليمي، وأنا أقول بالتحديد الكل يترقب ماذا سترد إيران على قصف السفارة في سوريا، وجميع الأنظار تتجه هناك. الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها، فرنسا تحذر رعاياها، إيطاليا تحذر رعاياها، الجميع الآن مشدود إلى قضية الرد الإيراني على إسرائيل. لكن في نفس الوقت لا، رغم انشداد العالم باختصار لو سمحت. نعم تفضل أخي. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. قد أعود إليك أستاذ حسام، إليك مرة أخرى أستاذ ربحي. يعني الأمم المتحدة تقول إن نزوح سكان غزة إلى مصر سيسبب معضلة مروعة للنازحين الفلسطينيين، هل هذا السيناريو وارد الحدوث برأيكم؟ أخي للأسف الشديد أنت تعلم والمشاهد والمستمع يعلم، والأحداث على الأرض توضح وتؤكد أن الكيان الصهيوني لا يأبه لا للرأي العام ولا للاتفاقيات الدولية ولا للأسف للمجموعات للدول العربية. الكيان الصهيوني اتخذ قراره بوضوح، يريد السيطرة على فلسطين كاملة، فلسطين التاريخ، وبالتالي يستغل كل الفرص وكل إجراءاته توضح تماما أنه غير عابئ بالمواقف الدولية، لأنه يتكل على موقف الإدارة الأمريكية الداعم له دوليا، وإن كانت هناك اللغة تتغير في الإدارة الأمريكية
بما يتفق مع المصالح الإسرائيلية، ينخفض الضغط كلما تطلب الأمر ذلك. وبالتالي هذا هو هدف الكيان الصهيوني، السيطرة الكاملة بأكبر كمية ممكنة من وسائل التهجير والإفراغ للأرض، وصولا إلى الإطباق الكامل على فلسطين التاريخ من النهر إلى البحر. هذا واضح كل الوضوح. ودعني هنا أوضح نقطة مهمة جدا باختصار لو سمحت. تفضل. يعني ما يجري داخل الكيان الصهيوني مؤخرا، كانت هناك محاولات وصول إلى هدنة مؤقتة والإفراج عن الرهائن إلى آخره، مقابل تبادل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين إلى آخره، ونتنياهو عرقل كل محاولات، لأن فرصته السانحة في هذا الضرب هو يرى أن موقفا عربيا واحدا لم يواجه الصهاينة للأسف الشديد، وبالتالي هذه فرصة سانحة تاريخية أمام نتنياهو أن يواصل ضغطه ومحاولة إفراغ الأرض من سكانها بكل الوسائل واستمرار الحرب. هذا ما يجري الآن، والصمت العربي المطبق للأسف الشديد، وكأنهم من عالم آخر، وكأن ما يجري في غزة لا يعني 22 دولة عربية، 22 نظاما عربيا، لم يصدر من أحدهم نظام واحد، موقف واحد يرقى إلى مستوى المسؤولية. عار وكل عار على هذه الدول المجتمعة وهي تتفرج على ما يجري من مذبحة تستهدف غزة بأهلها بسكانها وتستهدف فلسطين التاريخ. شكرا جزيلا لك ضيفي عبر سكايب من عمان، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارجي الأستاذ ربحي حلوم. كما أشكرك جزيل الشكر ضيفي عبر الهاتف من رام الله الصحفي الفلسطيني حسام عز الدين.